يس اللي فيديو هذيك اللي بعثيني واحد او الموت البطيء في السجن يعني ديري انت مقارنة الموت البطيء في السجن مام سي مسكين غلطوه ظلموه هذاك اللي كان في السجن فهمتي مام سي هذاك غلطوه ظلموه دونك ما كاش القتيلة كما راهي تصرفتوها في سوريا الموتى اللي راهم يشوفوا واحد ياكل لحم جندي صرات هذه في وقت بن علي ما صراتش صرات هذه في وقت سميتو في وقت القذافي ما شفناش لي فيديو هكذاك واحد زوج ماشي كاع الغاشي كاع لا بوبولاسيون علاه باش تهدموا البلد باش تهدموا هذيك الحضاره السوريه وبعد نتوما ديروا الشغل تاعكم لان علاه التدخل الاجنبي يكون ساهل كي يكون الكايرو هذاك تاع لا بوبولاسيون كي يكون الخراب هذاك المدني يكون ساهل باش يدخل بصح الا مات الزعيم الا مات مثلا مات القذافي وحده كيما دار ريغان شوف ريغان عنده مشكلة مع القذافي بعث له ميسيل ديريكت للقذافي ديريكت عنده ما صابوش قتل الحفيد تاعو قتل بنته بصح ما قتلوش هو تبليس في 1986 و 1987 شفتي دونك هو عنده ان اوبجيكتيف بيان ديتيرميني ما خسرش عليه اوكان سو رماه واحد البومبا ما قتلوش اوكي عاش شفت علاه ما داروش هكذاك ما داروش لان الغرض تاعهم الان ماشي القذافي ماشي زين العابدين بن علي ماشي الغرض تاعهم سي بور مونوبوليزي هذاك البيي دونك كيكون هذاك الهامج التدخل يكون تو مومون كيكون الهامج السلفيين الاسلاميين الوهابي يكون الهامج دونك يعطيك الفرصة كي يكون الهامج تدخل في اي وقت انت راك دير وراء الستار انت راك دير لي زافير ومن بعد نوري لك كاع الشركات القطرية دات كاع لي بروجي تاع تونس كاع لي بروجي تاع مصر الفولاذ الغاز الكهرباء السدود داتهم كاع لي زونتربريز تاع قطر كي يقول لونتربريز تاع قطر لهاد هذاك الرأس يكون قطري بصح العمال هادو كيكونوا من بنغلاديش يكونوا من الفلبين يحرثوا بهم فهمتي يا مدام انا نقول لك علاه كي تكون هذوك الدول اللي بغات الحروب كي تكون الحرب كاين واحد المثل يقول لك سي بوندون لا غير كون في لي بون زافير فهمتي الناس اللي حاكمين الان الموند الناس اللي راهم حاكمين الفينانسمون فهمتي كي ما تكونش لي غير ما يخدموش دراهم بزاف علاه لان هما اللي حاكمين كاع لي زاندستري تاع السلاح دونك كي يكون الكارو كي يكون المشاكل نبيع السلاح فهمتي دونك اللي هي تكنيك ما على باليش نورمالمون راكي عايشه في لاميريك دو نور تعرفي هاد لا تكنيك لي ايتازوني هو البلد الوحيد في العالم اللي يقدر يمبريمي لارجون بكميات ضئيله فهمتي دونك كي نقول يمبريمي ما عندوش ليميت هو البلد الوحيد انا نقول لك البلد الوحيد اللي عنده هذه الخاصيه فهمتي يمبريمي يطبع هذيك النقود ب بكميات هائله عنده الحق امريكا وحدها دونك لي جون هادوك باش ينحيو الانفلاسيون تاع لارجون هنا في الامه في الماريكان واش يديروا لازم يخلقوا مشاكل عالميه باش يخرجوا شويه تاع الدراهم فهمتي
باش يخرجوهم ويوليو كيفاه يوليو يوليو ديزانفستيسمون على لي بنك سويس وعلى لي بنك فرونساز وعلى لي بنك تاع جامايكا سي لي ميم جون هما كسبوا هذا الدراهم في امريكا باش يخرجوا هذاك لي سوم كولوسال لازم يروحوا دون دي بنك انترونجير افيك دي كونترا هكذاك لازم يخرجوا لا كونتيتي هذيك مولاش كي يكون مشكله في هنا في امريكا ديجا خلق مشاكل ودوك باش ينقصوا في هذيك سميتو ينقصوا من هذيك الازمه لان لارجون يروح كاش يخرج دي بي هما لي بي هذوك ما عندهمش قيمه مكتوب مكتوب في البي هذاك الامريكي ذيس از ا نوت ما عندوش قيمه واش عطالو القيمه هذيك واش عطالو القيمه هذيك سي لا فورم باسكو يروح لا بنك سويس سي لو نيميرو هذاك برك اللي يدخل في الكونت فهمتي هذا لارجون اللي راهم يمبريمي ومكتوب انا نوري لكم وين مكتوب بلي 20 دولار ولا 100 دولار ما عندهاش قيمه يعني هنا في امريكا واش عنده القيمه كي يدخل هكذاك لا بنك هم نيميرو فهمت هاي اللي كيفاه داروا في الحرب العراقيه خرجوا هذيك 2 تريليون خرجوهم من البلاد ما راهمش هنا في امريكا واش داروا ام يبيعوا دي كونطرا هكذاك في العراق الناس راهي تروح بشكاير تاع الدولار ودوك هذاك الموني خرج للعراق بصح واش دخل كوم انفستيسمون دون دي كونت سويس جامايكا بنوك عالميه ما لازمش تكون بنوك امريكيه لان الدرهم هذاك لازم تخرج وتولي نيميرو اللي الناس اللي يفهموا الاقتصاد كيولي نيميرو هكذاك في لا بنك داخل السيستم يولي الكترونيك يمشي الكترونيك هو من بعد نديرو شويه لي ريشيرش على هادو بصح انا واش بغيت نقول لك السلاح هادوك او موجود هنا في امريكا موجود في فرنسا موجود في بريطانيا دونك السلاح هذاك لازم يخرج كيفاه نخرجوه لازم نكري مشاكل نخلق مشاكل نروح للكونغو نكري مشاكل هذا يبيع لهذا هذا يبيع لهذا نفس الاشخاص راح يتبيع لي دون دي جروب ديفيرون واش صار في نيجيريا بوكو حرام ولا الغوفرنمون ما يشريو السلاح من شركه واحده شفتي دونك انتيا اول مشكله اللي صارت دونك ليبيا نعطي لها السلاح المعارضه السوريه نعطي لها السلاح السلاح هذاك موجود هناك اكتظاظ هناك ان سوربلو هنايا في الماريكان في فرنسا ايتو لازم نخرجوه كيفاه ندخلو او لي كونت ما موجودين لي كونت تاع سوريا المعارضه كاين عندها لارجون هذوك فهمتي عليك واش صرا دونك ماشي كان تخمم مليح مليح علاه الناس هذيك لو كان مازال الحرب في العراق ولا ما كان مازال الحرب في افغانستان ما يكون اي مشكله هذوك المشاكل تاع ليبيا ولا تاع تونس ولا تاع سوريا ما ينوضوش كاع كي سلكوا هذوك المشاكل الناس الارمي ولا تدخل لازم تدخل الارمي هذيك ما كاش ليغيا دونك واش يديروا الان لازم يبيعوا السلاح لان علاه ليكونومي هذاك تاع السلاح راه تخدم بالجيش كما كاش الجيش ما تشريش فهمتي دونك الناس الا ما تشريش الا ما كاش لي كونفلي ما يشريوش السلاح ما يشريوش دونك المغرب راهي تشري هادي راهي تشري هادي راهي تشري هو يموت من الجوع يموت من الجوع يقول لك مثلا اعطينا 20 مليار دولار لمصر و 20 مليار دولار للباكستان تقول 20 مليار دولار هذه يديروا الحاله فيهم هما ما يعطيوش دراهم 18 مليار يروحوا سلاح وزوج ملاير يروحوا البرودوي القمح ولا الحاجه هذيك ما يروحش ولا دون لو كال كونترير وين الانسان كما هكذاك سوريا
انا قلت لك كيفاه يديروا، لازم يخرجوا هذيك الاموال الضائله الموجوده الان في امريكا، بعد تولي دون دي كونت اترونجي سور دي نو يعني مختلفه، واحد مثلا امريكي ولا صهيوني يخلق هكذا ان جروب من المعارضه السوريه، فهمت؟ هما دراهم يخرجوا منا من امريكا، كومون فير بلونشير لارجون هذاك، يدخلوا دون ان كونت سويس مثلا كوم اون اد. ومن بعد واش دير هذيك، واش دير هذيك اللي عطات لهم ديجا لارجون، واش دير؟ تعطيهم السلاح، اي شريو السلاح من عندنا. دونك لارجون هذوك يدخلوا دون سور ان كونت سويس، من كونت سويس سور ان اوتر كونت سويس، يدخلوا ولاو دراهم. لا ترانزاكسيون هذيك ولات ليجيتيم، فهمتي؟ كي شوف لي تكنيك كيفاهم في بلونشير لارجون، اون في لارجون هنا نمبريميو نرميوه في سوريا، سوريا تدخلو دون اون بنك سويس باش يولي هذاك لي صوم هذيك باش تولي ليجيتيم، تروح من كونت سويس سور ان اوتر كونت سويس ولا سور ان بون اون بنك فرونسيز، ولا لازم تكون اوروبيان تما باش ما تدخلش لامريكا. كيفاه تدخل من بعد لامريكا؟ تدخل بالنيميرو، اي عندك 200 مليار دولار دون اون بنك سويس، فهمتي كيف يخلقوا هذيك؟ كاين 4 ولا 5 عائلات راهم يجيروا كاع هذا في الدنيا كاع. دونك لازم يكريو دي مشاكل، لازم يكريو مشاكل. علاه؟ لان هذيك المصانع تاع السلاح الامريكيه البريطانيه الاستراليه الايطاليه الا ما تبيعش السلاح غادي تموت، فهمتي؟ أيه هذا سبب واحد وهو السبب الاساسي. كيفاه يكريو هما؟ على بالهم انت الديمقراطيه في تونس ولا الديمقراطيه؟ ما على بالهمش كاع الناس 80 مليون هذا تاع مصر راه يموت من الجوع. بصح هنايا في لي كونت هذوك في لي كونت يقولوا عطينا 20 مليار 20 مليار كل عام، يعطيو 20 مليار للمصر. هي ما كان والو، ما كانش دراهم، يقدموا خدمات، يقدموا تدريب للجيش، هذاك يحسبوه دراهم، يقدموا السلاح. كريوا مشكله بين الهند والباكستان باش يتخاصموا على هذاك الكشمير هذاك. دونك الايران راهي تشري سميتو، الهند راهي تشري، باكستان راهي تشري، باكستان ما راهيش تشري، هي راهي تقدمها الاموال الاسلحه. انا قلت لكم كيف تشري، يعطوا لها اموال اتس فيك، يعني ما تسواش الاموال هذيك اللي يقدموا، بعد يشريو بها السلاح يدخلوا دون دي بانك، بعد يولي لي بانك هذوك يولي جيري بار لي ميم فامي اللي راهم هنا في امريكا. يا مدام قناويه، فهمتي هذيك السيستم كيفاه يمشي؟ هما ما على بالهم بشبيك، ما على بالهمش بعباس المدني، ما على بالهمش بالزيتوت، هادو ما باك سي دي بيون. حنا عندنا 260 مليار دولار، هادوك سي كاش ليكيد، سي دو لارجون بيور، ماشي خياليه. لان هنا في امريكا الاموال خياليه، تدخل خياليه الاموال، بصح حنا عندنا لارجون بيور. لازم يكريو ان بروبلام باش يوليو يبيعو السلاح هذيك للمعارضة الجزائرية. علاه؟ باسكو نسحقو دراهم هادوك، 260 مليار هادوك سي دو لارجون بيور، نسحقوه. عليك ميم سي ما عندناش 260 مليار هادوك، لو فات دو كريي ان بروبلام ثما ان كونفلي، ومن بعد الناس اللي تكون ضد الحكومة، لأن الحكومة تاعنا ما ترضيش كي يكون ان جروب هكذاك ارمي، ما ترضيش. دونك الفا الكومباتر صافي، الحكومة راهي تتسلح كيما راهي صار في سوريا، ولا المعارضة تولي تتسلح، فهمتو؟ هايلك لو برانسيب. إلا فهمتي هذا نورمالمون ما نعاودوش.